FM. الكلمة ليك. توا باش يكون موضوعنا على الأسبوع الفائرة الأسبوع الماضي اللي كان شهد جرائم اغتصاب فظيعة وكبيرة برشا هزت الرأي العام، وبدأت بما يعرف بقصر قبلات في بيجا وين تم اختطافها من عقر منزلها والاعتداء عليها مع قتل جدتها وإحالة الوالدة على الإنعاش، وكيف كيف في ولاية قفصة وين نلقاو العثور على رضيعة 3 سنوات في معتمدية أم العرايس في حالة حرجة برشا، ووصولا إلى إقدام طفلي 9 و11 سنة على اغتصاب طفلة لم تتجاوز 8 سنوات. باش نحكيو على تفاقم الظاهرة هذه وسخطو أسبابها ويعني الجانب التشريعي والقانوني والسياسة الجزائية لهنا في تونس، مع الأستاذة ليلى الحداد محامية عائلات شهداء وجرحى الثورة واللي كيف كيف تكفلت بملف ما يعرف بقصر قبلات. صباح النور أستاذة. صباح النور، صباح الورد للجميع، عودة ميمونة للجميع على موجات كاب أف أم. تمنياتي بموسم إن شاء الله يكون فيه الكثير الكثير من التألق للجميع على كاب أف أم. الله يخلي قدمة أستاذة، ربي فضلك ومرحبا بك، شورتو مرسي دابور أكسبتي دانترفنير. المقدمة حلوة ولكن الأسبوع اللي فات كما كنت تسمع أستاذة ما كانش باهي للتوينسة، شفنا جرائم كبيرة برشا. شنو التفاقم متاع الظاهرة هذه حسب رأيك، وانت كنت رجعت على أسباب الآفة هذه في آخر حواريك لجريدة تونسية، حسب رأيك شنو ما الأسباب؟ الحقيقة أنا معناها حاولت شرح الموضوع بطريقة أكثر عقلانية، لأنك تعرف كل ما تقع جريمة في تونس جريمة فظيعة، يا إما قتل يا إما تحويل وجهة واغتصاب، يا إما كما نشوفوا التواتر اليوم معناها في قضايا الاغتصاب بين الشمال الغربي وبين الجنوب، دليل قاطع على أن المسألة ما تتعلقش ب يعني حادثة عابرة يتحدث عليها الجميع ثم تمر مرور الكرام. الحادثة هي شرح يلزم شرحها يعني دقيق للوضع للقضاء في تونس، للسياسة الجنائية في تونس. نعرف أن السياسة الجنائية في تونس هي سياسة ردعية، يعني حينما معناها تطلع على مجلة إجراء المجلة الجزائية في تونس تجد أن هناك عقوبات قاسية بمدى الحياة بالإعدام في خصوص قضايا متعلقة بالانتهاكات حقوق الإنسان كالقتل العمد، كذلك الاغتصاب مع استعمال العنف فصل 227 اللي تم تنقيحه مؤخرا في أوت 2017 بعد تقديم قانون عدد 58 في الاعتداء على المرأة. نجد سياسة ردعية ولكن للأسف الشديد ليست هناك سياسة جنائية وقائية في تونس، بمعنى أننا نحن لا نكافح الجريمة، نحن نترك الجريمة تكون ثم نقوم بإجراءات ردعية في بعقوبات سجنية، ولكن في نفس الوقت نجد أن الظاهرة ما زالت تتفاقم. أولا الإفلات من العقاب في خصوص هذه القضايا، باعتبار أن القضايا في الانتهاكات خاصة في الاغتصاب مثلا الدليل القاطع الذي يؤدي إلى ثبوت الجريمة هو التقرير الطبي الشرعي، باعتبار أنه هو من يقول بأن هناك حالة اغتصاب مع استعمال العنف أو التهديد، حتى نؤكد على أن تطبيق الفصل 227 من مجلة جزائية. ولكن كثير من الأحيان تغيب هذه الأدلة، تغيب نعم، باعتبار أن الماسك للملف البداية هو باحث البداية، وقد تطول الإجراءات وما يصل الملف إلا وتتلاشى الأدلة، مما يؤدي إلى الإفلات من العقاب، مما يؤدي إلى الفرار من الجريمة وعدم محاسبة الجاني. وهذا في كثير من القضايا لو أخذنا بنسبة في الموجودة في القضايا، كذلك حتى في قضايا التعذيب كذلك نجد أن هناك ممارسات من التعذيب ولكن هناك إفلات من العقاب. هذا جانب الإفلات من العقاب أدى إلى تواتر وتزايد في نسبة الجريمة. ثانيا هناك كذلك المنظومة السجنية، لأن المنظومة السجنية في تونس لم يتم إصلاحها للأسف. صحيح أن بنينا العديد والعديد من المساجين السجون عفوا
في وبذلك بتمويلات من الاتحاد الأوروبي في العديد من المناطق. وهناك مشاريع جديدة ستبنى في القصرين وفي سيدي بوزيد وفي الكثير من المناطق. ولكن هل أصلحنا المنظومة السجنية داخل السجن، الفساد والرشوة وحتى تعاطي مخدرات داخل السجن؟ ليس هناك، هناك العديد والعديد من العيوب التي أدت إلى أن المنظومة السجنية بقيت مهترئة، وبالتالي ليس هناك أي إصلاح للسجين حينما يدخل يقضي عقوبته. السجين يقضي عقوبته وتصرف عليه أموال طائلة داخل السجن من غذاء وصحة، ولكن للأسف يخرج ناقب عن المجتمع. ليس هناك، نحكيه على الاندماج، معناها هنا في المجتمع. نعم نحكيه على الاندماج في المجتمع، فما مشكلة في... وبعدك يخرج للمجتمع يصبح ناقب، لأنه في داخله ليس هناك أي إصلاح. ليس هناك أي ندم للقيام بتلك، ليس هناك أي إرادة في أنه هو يغير من سلوكياته تلك معناها المجرمة. ولهذا هذا من جانب. ثاني حاجة، حتى وفرضنا هناك بعض التشريعات الجديدة في تونس، كتشريع مثلا في الذي ظهر في السنوات الفارطة في تنقيح القانون عدد 52 في خصوص الاستهلاك، وكانت موجة كبيرة بالنسبة للحقوقيين وبالنسبة للسياسيين وبالنسبة للإعلام في إمكانية أن يكون الاستهلاك غير مجرما. فما كانت النتيجة؟ النتيجة أن هو تم تطبيق فصل 53 من المجلة الجزائية، أي أن القاضي له السلطة التقديرية في منح العقوبة من عدمها بالنسبة للمتهم حسب ظروفه الاجتماعية، حسب يعني العديد والعديد من العوامل اللي تؤدي إلى تحديد العقوبة. نجد اليوم حسب خبرتنا كمحامين أن عدد القضايا الاستهلاك في تزايد رهيب، ولكن من تمس للأسف الشديد، وهذه صيحة فزاع علينا أن ندرس جميعا هذا، تمس الفئة 13 نسمة 14 نسمة 15 نسمة، الفئة التلاميذ في الإعدادية، التلاميذ. شنو الحل اليوم بالنسبة ليك أستاذ؟ الجريمة يعني هذه النسبة المتزايدة أدت إلى أن كذلك ظهور المخدرات ليس كالقنبس الهندي فقط، وإنما الكوكايين وكذلك الأقراص الإكستا والإكستازي، وهذه الأقراص خطيرة وخطيرة جدا، يعني تؤدي إلى إتلاف الذهن الشخص فيقوم بجرائم فظيعة دون وعي. وكل ما لاحظنا أو تعرضنا إلى ملف فيه اغتصاب وتهديد إلا وثبت لدينا أن المتهم كان يتعاطى إما المخدرات إما مخدرات إما. وانت كنت تحدثت زيادة أستاذة على العفو التشريعي العام اللي هو من بين أبرز الأسباب اللي تؤدي للقضايا الاغتصاب ذي. شوف خلينا يمكن الرسالة لم تتوضح جيدا. أنا تحدثت عن العفو الخاص، بمعنى أن في كل يعني الأيام الوطنية الأعياد الوطنية يتم الإفراج على العديد والعديد من السجناء، وإلا تقليص المدة القانونية للعقوبة. مثلا اللي كان مدى الحياة تبدأ تتقلص إلى 20 سنة، ثم رويدا إلى أن يتم الإفراج عليه. وهذه من القضايا أنا نعتبر بالنسبة لي أنا يجب منع القيام بتقليص العقوبات، لأنها جرائم خطيرة وخطيرة جدا. على هذا الأساس أن الـ يعني السياسة الجنائية في تونس يجب أن تتغير، لأن العديد منهم يتم الخروج من السجن ويعيد. لو تذكرت في سنة الفارطة في الطفل الذي تم اغتصابه وتحويل وجهته وتم اغتصابه وقتله والتنكيل بجثته من متهم ليس لا المدة اللي خرج منها من السجن لم تتجاوز أسبوع. نعم. وهو حسب بطاقة السوابق متاعه كان موقوفا في قضية متعلقة بالاغتصاب. كنت حدثت زيادة نوعية من المتهمين أنا أعتقد لهم جرائم خطيرة لا يمكن بحال من الأحوال أن يتمتعوا بالعفو.
واضح. أستاذة كنت حدثت زيد على عقوبة الإعدام على من اغتصب الفتاة اللي عمرها 3 سنوات اللي هو خرج من عفو التشريع العام. لا نريد أن نكون معناها أن نلبس القضايا الانتهاكات في حقوق الإنسان بمسألة تتعلق بصراعات إيديولوجية. علينا دراسة المسألة بطريقة عقلانية تكون فيها حضور البرلمان أي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية المتمثلة في وزارة العدل ووزارة الداخلية وكذلك السلطة القضائية. وهنا حينما يتم شرح أسباب تزايد الجريمة في تونس أعتقد أن نجد الحلول لإنقاذ الوطن من هذا الوباء ومن هذه الآفة الخطيرة على الرأي العام، لأن تمس الرأي العام، لأن تشعرنا بالخوف، تشعرنا بعدم الأمان، لأن وهذا خطير جدا معناه. أستاذة كنت حدثت زيدة على رأيك في عقوبة الإعدام، وإحنا نعرفوا المجرم اللي تم العثور عليه اللي اعتدى على رضيعة 3 سنوات في معتمدية أم العرايس، معناها تونس كاملة يعني جزء كبير من الناس ومن المجتمع التونسي كانوا طالبوا بعقوبة الإعدام. شنو رأيك في العقاب هذا؟ بالفعل هو هناك كما تشوفي أن المنقسم الحقوقيين يدافعوا على إلغاء عقوبة الإعدام باعتبار أن المواثيق الدولية في المواثيق الدولية تنادي بحق الحياة وتعتبر أن عقوبة الإعدام هي من نوع من العنف الذي تمارسه الدولة على المواطن. ولكن في ردة فعل لبشاعة الجريمة الرأي العام التونسي ينادي بعقوبة الإعدام. الفصل 227 كان سابقا قبل 2017 في صورة الأولى اللي تتمثل فيها اغتصاب مع التهديد والعنف يؤدي إلى الإعدام. بعد التنقيح لسنة 2017 الفصل 227 جديدا ألغى عقوبة الإعدام تماشيا مع المواثيق الدولية وأصبحت ليست هناك عقوبة بالنسبة للجرائم التي الآن سواء في جبلات وإلا في 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 أم العرايس أي بجفة ليست هناك تطبيق لعقوبة الإعدام وإنما تطبيق لعقوبة مدى الحياة. واضح. ولكن يبقى الرأي العام التونسي بما أن ليس هناك إصلاح جذري لهذه البشاعة متاع الجريمة فهو ينادي بعقوبة الإعدام. واضح. أستاذة بصفتك محامية عائلات شهداء وجرحى ثورة في موضوع أخير يعني لهنا نتحدث على قائمة يعني شهداء وجرحى الثورة، هل أخيرا باش تستلموا القائمة هذه وألا لا؟ والله شوف القائمة النهائية أصبحت يعني هي جاهزة وتم تقديمها للرؤساء الثلاث وبين السيد توفيق بودربالة أنه تم تقديمها لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وكذلك البرلمان ولكن لم ترى النور إلى يومنا هذا. هذا دليل قاطع على أن هذه الحكومة أنها لا ترغب في التعبير عن اعترافها بالثورة التونسية فقط، لأن القائمة النهائية في نهاية الأمر هي اعتراف بالثورة التونسية، وما لم تظهر إلى حد الآن وليست هناك أي سبب من الأسباب باعتبار أن القائمة جاهزة واللجنة التي قامت بالعمل في إطار تحليلها وتقديمها قد أعلنت رسميا أنها قدمت هذه القائمة إلى السلطات المواجهة. يعني رئيس الحكومة الذي هو عليه قانونا أن يتم نشرها بالرأي الرسمي يضع يعني كل اللوم على رئاسة الدولة، ورئاسة الدولة تتخصى من مسؤولياتها وتقول رئاسة الحكومة وهكذا، وبقيت القائمة لحد الآن رغم الوقفات الاحتجاجية لعائلة الشهداء ورغم ما عانته وكذلك للأسف الشديد والجرحى والوقفات المتعددة إلا أنها إلى حد الآن لم تظهر للنور، وأعتبر هذا قرار سياسي في عدم ظهورها إلى حد الآن لأنها تعبر وتحمل في مضامينها في الإعلان عليها
رسميا عن احترام وتقدير للثورة التونسية، وهذا ما لا يريده اليوم بعد ما نشهده أن أغلب الوزارات اليوم وأغلب ماسكي الدفة في مؤسسات الدولة هم من النظام السابق متاع بن علي. واضح. شكرا لك أستاذة ليلى الحداد، محامية عائلات شهداء وجرحى الثورة والمتطوعة والمتكلفة بقضية ما يعرف بقصر قبلات في بيجا. الكلمة ليك.